السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ اليوم في شرح درس الربح للصف العاشر في روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية السلط بإشراف المعلمة براء الديات. بداية يجب التعرف على مفهوم الربح. هل الربح هو مبلغ من المال يحصل عليه الشخص المودع للمال لمدة محددة تحسب بالسنوات ويحصل عليها بعد مضي المدة المحددة؟ يعني هو مبلغ يقوم الشخص المودع بإيداعه لمدة مدة معينة بالسنوات يتم احتسابها. ممكن حساب الربح البسيط بقانون المبلغ مضروب في نسبة الفائدة مضروب بعدد السنوات المحددة. تمام، نرمز الربح البسيط برا والمبلغ بالحرف ميم ونسبة الفائدة بفاء ونون في عدد السنوات. جملة المبلغ تحسب بقانون المبلغ زائد الربح البسيط. إذا كان الربح بسيط جملة المبلغ إلى قانون المبلغ زائد الربح البسيط. في عندي ربح ثاني اسمه الربح المركب. شو هو الربح المركب؟ هو مبلغ من المال يحصل عليه الشخص المودع سنويا حيث يضاف الربح السنوي إلى جملة المبلغ. تمام، إذا هو مبلغ من المال يحصل عليه الشخص المودع سنويا، هذا الربح يضاف إيش إلى الربح السنوي. يمكن حساب جملة المبلغ إذا كان الربح مركب. إذا كان الربح مركب له جملة المبلغ لها قانون، وإذا كان الربح بسيط له إيش قانون لجملة المبلغ اللي هي ميم اللي هو المبلغ قوس واحد زائد فاء، فاء هي نسبة الفائدة كله مرفوع للأس نون وهي نون على إيش السنوات. تمام، هاي جملة المبلغ. طب كيف بدي أحسب الربح المركب؟ قانونها جملة المبلغ اللي تحسب القانون ناقص إيش المبلغ. إذا عندي هاي القوانين لازم أركز عليها، قوانين الربح البسيط قوانين الربح المركب. في عندي قانون هون أودع الدعاء مبلغ، إذا مبلغ 6000 دينار في أحد البنوك. تمام، بحساب الربح المركب. إذا شو نوع الربح؟ مركب بفائدة نسبتها فاء نسبة الفائدة 4% سنويا المدة نون 3 سنوات. إذا ميم 6000 فاء 4% ونون السنوات 3 سنوات. شو مطلوب الربح المركب؟ احنا بنعرف الربح المركب قانونه جملة المبلغ ناقص المبلغ. طب جملة المبلغ من وين احسبها؟ حكينا لها قانون ميم واحد زائد فاء كلها مرفوعة لعدد السنوات. ميم 6000 واحد زائد 4% أس نون 3 ناقص المبلغ 6000. الأولوية لمين؟ أولوية للقوس، بعد القوس الأس. تمام، بنحل 1 زائد 4% بنرفعها للأس 3 بنضربها ب 6000 وننقص بنقصها من 6000 بيطلع الربح المركب 749 دينار و 184. في عندي مثال، قام فراس بإيداع مبلغ 10000 دينار بفائدة بسيطة. فائدة بسيطة راح استخدم قانون الربح البسيط. نسبتها الفائدة 6%، ربحه بعد فترة من الزمن 200. المطلوب احسب طول الفترة الزمنية بالسنوات، يعني المجهول نون. مكان را بحط 200، مبلغ 10000 بالنسبة للفائدة 6% ونون مجهولة. 10000 ضرب 6% 600 ضرب نون يساوي 200. نقسم الطرفين على 600، 200 على 600 أصفار بتروح، 2 تقسيم 6 بيطلع ثلث يساوي نون. يعني ثلث بحولها لإيش حتى أعرف ثلث السنة؟ يعني ثلث السنة كم؟ يعني بضربها السنة كم شهر فيها؟ 12 شهر. ثلث في 12 بيطلع كم؟ 4 أشهر. يعني ثلث السنة كم؟ قديش بيطلع؟ 4 أشهر. كمان عندي هون سؤال، اقترض سامي مبلغ من المال في أحد البنوك بفائدة نسبتها 5%. تمام، بفائدة بسيطة نسبتها 5% سنويا، المدة نون 5 سنوات. إذا كان ربح البنك في نهاية المدة، يعني راء الربح 500 دينار، فكم يكون المبلغ؟ إذا ميم مجهولة. نروح على المعطيات، راء 500، ميم مجهولة، الفائدة 5% ونون 5. 5% في 5 25%، بنقسم الطرفين على 25% بيطلع المبلغ 2000 دينار. آسف، بيطلع المبلغ 2000 دينار. طبعا رح نكمل باقي الأفكار المتعلقة بدرس الربح في الفيديو الآخر، ويعطيكم العافية.